الله نتكلم طبعا على المباراة، يمكن تاريخ لقاءات النادي الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية 8 لقاءات، يعني كان 5 فوز للأهلي وثلاثة تعادل وما كانش فيه هزيمة. هل ليه الأرقام التاريخية دي مدلول بكرة، ولا بكرة بيبقى مباراة من ليها طابع خاص وأجواء خاصة؟ يعني هو طبعا اليوم بكرة استثنائي زي ما ذكر التقرير، أنه أول ماتش نهائي بطولة أندية أبطال، طبعا ما حصلش قبل كده ان يلتقي الاهلي والزمالك في هذا النهائي. طبعا يعني الحلم البطوله تتكلم في 90 دقيقه او 120 دقيقه، يعني فحلم كبير جدا للفرقتين. الاهلي بيسعى للتسعه وهي مش بعيده عنه، والزمالك برضه في حاله جيده واللقب السادس، هو عنده 5 القاب. انا شايف ان المباراه كبيره وصعبه على الفرقتين. الدور هيلعب فيها الدور المهاري لبعض اللاعبين دور كبير جدا، والحارسين الشناوي وابو جبل، يعني ده برضو من ملامح هذا التشكيل. انا المهم يعني ظرف الكورونا الاستثنائي اللي حل على هذا النهائي، سواء حتى في الدور قبل النهائي كان له برضو بصمات وحل ويعني طارد الفرقتين في الدور قبل في الدور النهائي. فانا شايف بس ان الاهلي اكثر تاثرا بهذا الفيروس اللعين، وانما طبعا رد اللعيبه وروح احساسهم بروح الجماهير دي نقطه مهمه جدا، يعني حتى المباراه بدون جمهور، لكن استحضار الجمهور في يعني قلوب اللاعبين دي نقطه مهمه. يعني انا يعني في حاجة مهمة جدا، ان معظم اللعيبة دي ما لعبتش نهائي افريقيا قبل كده، لكن عندهم استعداد ان للقب وعندهم عزيمة عالية جدا، وده لمسينه في العروض الاخيرة خصوصا مع الوداد المغربي قد ايه هم كانوا يعني متشبثين بحلم اللقب. يبقى استحضار روح الجماهير معاهم في الملعب عشان يقدروا يوصلوا للقب وكأس الأميرة السوداء اللي هو يعني غايب بقاله 6 7 سنين تقريبا، 2013 من 2013. فطبعا اللقب مهم جدا، ويعني الجائزة الأكبر بعد كده إذا كان هيبقى في كأس العالم للأندية، طبعا دي جائزة ظهور جديد لبطل أفريقيا من مصر، يعني هي كأس مصرية إن شاء الله، وده العلامة اللي بنحطها عليها وبنهتم بيها جدا كنقاد رياضيين.